كازينهم. بقول لك ايه، ما تترسمش عليا وتعمل الشويتين بتوعك. كلام ايه ده انت؟ وقف في عينك وعين اللي جابك. كلام بادب. كنت اتكلم من غير قلاطه. انت اتجننت ده انت ولا ايه؟ خلي منفوخ قوي وتقول لي زينهم. ايوه زينهم، وانت عارف ان انا زينهم. واسمع بقى، انا دماغي دي جزمه، هتزود معايا هقلع دماغك اديك بيها على دماغك. شوف لكم حد تاني لزقوا المصيبه بتاعتكم دي. المصيبه اللي بتتكلم عليها دي انت اللي حطيت نفسك فيها برغبتك. يا عم انتوا اللي عايزين تدبسوني وخلاص. الكلام ده خطير وممكن بسببه تروح في داهيه. بقول لك ايه، انا لغايه دلوقتي بكلمك بقى بعد كده في كلام كبير كبير قوي. اصحم اصحى يابا. كلام ايه ده؟ يعني بالجزمه فاكرين نفسكم مين يعني؟ القوات تتقدم. القوات ايه اللي هتتقدم؟ يا نهار ازرق، كل ده عشان سمسمه؟ شوف يا سعاده الباشا اللي قاعد قدامك ده يقدس الحياه الزوجيه. انا بحب السمسمه، انا اصل مره غلطت معاها بصراحه ما كنتش واعي وقلت لها مساء الخير. انا عايز اصلح الغلطه دي واتجوزها يا سعاده الباشا. ولو عندكم بنات عطلانه عن الجواز في العيله اشيلهم بالمره. ولو والدت حضرتك ارمله اهلا وسهلا. الله، امال مين اللي عجبها؟ سمسمة مين يا ده مجنون؟ سمسمة بنت اخو سعادتك سماسم، حبيبتنا، صديقة الكل، رشيقة القد والقوام، سليلة الأمجاد، سماسم السماسيم. أنا مدير عام المخابرات. مدير عام المهطرات؟ المخابرات. أنا اللي أعرفه إن السمسمة مدفعية، أول مرة أعرف إنها مخابرات. بقول لك مدير عام المخابرات، يعني المسؤول عن أمن البلد من المجرمين امثالك. حضرتك مدير عام المخابرات. مظبوط. وجاي هنا عشان المجرمين امثالنا. بالظبط. احي احي القوات تتقهقر. الناس اللي هنا دول ماتوا طبعا يا عيني. الراجل ما لحقش لا كوارع ولا نيله. شوف يا شاطر. ايوه يا باشا. أنا لما يتقال اسمي في أي مكان الرجالة يغمى عليها والأطفال ترجع تاني لبطن أمها. أوعى تقول اسمك يا باشا، لأن أمي ميتة مش هلاقي حتة أنام فيها بصراحة. ولو اتسمع صوتي في أعلى عمارة تنهار في ثواني. أوعى تزعق يا باشا، العمارة قديمة والسكان غلابة عن المعروف. عشان كده أنا جاي لك بنفسي، عشان أقعد معاك شوية أدردش معاك، ودي حاجة من النادر إن أنا أعملها. يا باشا ده منتهى الشرف ليا إن أنا أدردش مع سعادتك، وبعد الواضح إنك أنت راجل سكرة، وأكيد الدردشة معاك هتبقى عسل. يبقى لو جاوبتني بسرعة وبصراحة على أسئلتي هتختصر المسافة، لكن لو استخدمت اللوع هضطر بأخدك هناك على الإدارة بتاعتنا، وهناك بقى يا شاطر مش هتشوفني زي ما أنت شايفني كده، لأ. أمال هشوفك إزاي يا باشا؟ لا، هناك الأول لازم تعدي على إدارة نزع الأظافر. نزع الأظافر. ده الريسبشن. نزع الاظافر وهو نظافه، بدل ما نقعد نقص كل شويه تشيلوها احسن. نزع الاظافر وهي ملهاش لازمه، بتلم حاجات كلام فارغ بيني وبينك يعني. نزع الاظافر. بعد كده تعدي على اداره سلخ الجلد من اللحم. سلخ الجلد من اللحم. والعمليه دي طبعا بتحتاج نفخ في الاول. ضروري. بدل في سلخ لازم في نفخ. أنا بشوفهم بيعملوا كده في السلخانة. بعد كده تعدي على إدارة الكلاب المسعورة. إحنا متشكرين قوي، ده خمس نجوم اللي بتعملوه ده والله يا باشا. يعني بعد السلخ والنفخ والأظافر في كمان كلاب مسعورة. وفي الآخر بقى؟ خلاص يا باشا، هبقى في آخر منين؟ هي إدارة واحدة من دول توصل لعزرائيل على طول، وإن شاء الله مش هنحتاج أي حاجة من دي. هو في يا بيه؟ أنت جاي هنا ليه؟ شوف أزينهم. أيوه باشا. أنا جاي لك دلوقتي أقعد معاك قعدة أخ مع أخوه. واضح يا باشا. صديق مع صديقه. ما دي صداقة يا باشا، إنك أنت تريح على قفل صاحبك. مواطن شريف مع مواطن شريف زي ده. كلام المظبوط والناس لبعضها. هو في النهاية إيه؟ في النهاية محدش واخد منا حاجة وكلنا هنموت. مظبوط؟ هو اللي مظبوط ده. هموت أنا؟ طبعًا. أعمل لك كوباية شاي تقيلة يا باشا. مالوش لزوم. أحسن عشان ما عنديش شاي، أجيب لك حاجة ساعة. برضه مالوش لزوم. برضه أحسن عشان معيش فلوس. معكش فلوس إزاي؟ ده أنت بتشتغل ممثل. أنا ممثل مبتدئ لسه على قد يا باشا. يبقى تقول لي بسرعة وبصراحة مين مشترك معاك في المؤامرة ضد فخامة الزعيم؟